بسم الله الرحمن الرحيم. يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن روضك ماتع فاهنأ بما في الروض من أزهار. يا قارئ القرآن قد نلت العلا في عزة ومهابة ووقار. يا قارئ القرآن حقا عم به نعم الأنيس ونعم خير الجار. والماهرون المتقنون تلاوة فمع الكرام وثلة الأبرار. ولمن قرى متتعتعا أجران قد ورد الحديث به عن المختار. أهل القرآن هم أهل الله، قد أتت البشارة عن الجبار. ويقال للقارئ اقرأ وارق ورتلا لتحوز منزلة على الإكثار. يا قارئ القرآن دارك في غد دار البقاء فنعم عقب الدار. فنعم عقب الدار يا منزل الفرقان للجن والإنسان. يا منزل الفرقان للجن والإنسان نسألك يا رحمن شفاعة القرآن. يا منزل الفرقان للجن والإنسان نسألك يا رحمن شفاعة القرآن. يا مجري السحاب ألهمنا للصواب. يا مجري السحاب ألهمنا للصواب والفوز بالكتاب وانزلنا في الجنان. يا منزل الفرقان للجن والإنسان نسألك يا رحمن شفاعة القرآن. ونوره المبين وحبله المتين. ونوره المبين وحبله المتين وعلمه اليقين حرز من الشيطان. يا منزل الفرقان للجن والإنسان
الإنسان. نسألك يا رحمن شفاعة القرآن. وللدين طغراء لقلوبنا ضياء. وللدين طغراء لقلوبنا ضياء. ولأجسامنا شفاء هو بشرى للأكوان. يا منزل الفرقان للجن والإنسان. نسألك يا رحمن شفاعة القرآن. يا نور يا قرة عيني هادي الثقلين. يا نور يا قرة عيني هادي الثقلين. نحييك في الكونين تالينا بالجنان. يا منزل الفرقان للجن والإنسان. نسألك يا رحمن شفاعة القرآن. يا حافظ القرآن إياك والنسيان. يا حافظ القرآن إياك والنسيان. فاعمل به إيمانا فسره بالكيان. فسره بالكيان. أيا حافظ القرآن أسعد بحفظه وداوم عليه. فالتلاوة مغنم أتانا به خير الأنام. أتانا به خير الأنام. محمد ليرشدنا للخير والخير أعظم. وصلوا على طه الأمين فإنه رسول الهدى. للهدي جاء يتمم. اللهم صل وسلم وبارك.